يقول ما حكم من قال بأن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان هو من الانحرافات أو الخرافات المدسوسة في الدين، ومن يشكك بصحيح مسلم والبخاري؟ أنا أسأل سؤالا واحدا قبل كل شيء، هذا عالم أم جاهل؟ لا يمكن أن يصدر هذا الكلام من عالم، لم يبقى إلا أن يكون جاهلا، هذه القسمة، هذه القسمة، أو أن يكون عالما في الكيمياء والفيزياء تكلم في دين الله، أو أن يكون عالما في الهندسة أو الطب تكلم في دين الله، هذا ليس بعالم. العالم هو الذي يعلم أمر ربه ويعظمه. صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم أصح الكتب وأعظمها بعد كتاب الله. ولعلي ذكرت لكم قديما الكلمة التي قالها الدكتور النصراني أسد رستم، وهو دكتور ماروني لبناني كان يدرس في الجامعة الأمريكية، ألف كتابا سماه مصطلح التاريخ. يقول في مقدمة هذا الكتاب: حقه لأمة الإسلام أن تفخر بهذا العلم، علم مصطلح الحديث، الذي حفظت به حديث نبيها وأخباره وسيرته. ويقول بتعبيره العصري: ويجب على الأمم جميعا أن تنحني إجلالا لهذا العلم، وأن تقتدي لتحفظ تاريخها بأن تستعمل هذا العلم لحفظ هذا التاريخ. وكتابه مطبوع قبل 50 عاما، مصطلح التاريخ للدكتور أسد رستم. فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام ويشكك بالصحيحين الجليلين العظيمين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هذا يدل على سفه وعلى طيش وعلى حمق. وإن لم يرضى لنفسه بهذه الأوصاف فنحن لا نرضى بما هو أدنى منها فضلا عنا عما هو أكبر منها في هذين الإمامين وصحيحيهما العظيمين. لكن اليوم للأسف اليوم نسمع من يطعن بأئمة العلم والدين، فإذا أردت أن تسفهه يقال لك احترمه. احترمه ما احترم العلم، احترمه ما احترم السنة، احترمه ما احترم الحق. أما وهو لم يحترم نفسه بعدم احترامه لهذه الجبال الرواسخ الثوابت، فلا حرمة له ولا كرامة له. أحاديث نزول المسيح متواترة، ونص على تواترها جمع غفير من أهل العلم، وألفت فيها مؤلفات مستقلة ومفردة قديما وحديثا. والصحيحان الجليلان البخاري ومسلم، نحن نتحدى من عنده استدراك عقلي، لأن هؤلاء الذين يشككون في البخاري ومسلم لا يشككون بمعنى الانتقاد العلمي الحديثي الذي حصل شيء يسير جدا جدا من عند علمائنا السابقين، كانتقادات الإمام الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وابن عمار الشهيد وأبي علي الغساني، لحروف وكلمات وحديث يسيرة جدا لا تكاد تساوي يعني واحد من الألف. وهذه طبيعة العمل البشري، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هؤلاء لا يفعلون كأولئك، هؤلاء يجعلون عقولهم كأنما هي العقل الأول الذي إليه المرجع والمعول، ف ما لم يدخل عقولهم هذا مردود. يا أخي لم يدخل عقلك دخل عقلي، انتهت القضية. إذا لم يدخل عقلك لجهلك فهنالك من العلم وأساليبه وطرقه ما لو سألت لعلمت وعلمت وعرفت. لكن هؤلاء أهل تكبر واستكبار وعجب، نسأل الله لنا ولكم العافية.